فيها بعدد ما احاط به علمك. القضيه المهدويه هي القضيه الاساس في هذه المرحله، كلما تتقدم بنا الايام وكلما تمر بنا الساعات والايام، كلما ندرك ان قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي المحور الاساس في هذا العالم. الكثير من الامور المهمه في حياتنا والتي نسير في البحث عنها، نهتم بها نعتبرها من اولياتنا او من اولوياتنا ولكن تبقى القضيه الاهم هي قضيه الامام المهدي، كل انسان له مجموعه من الالتزامات، مجموعه من الاهتمامات سواء في الجانب المادي او في جانب العمل او في جانب الدراسه جوانب متعدده كثيره في حياتنا. ولكن لو جعلنا الاهتمام الاول للقضيه المهدويه بمعنى انني اخصص وقتا يوميا حقيقيا لقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اكيد ان هذا الاهتمام سيكون ظاهرا في سلوكي في افكاري في قناعاتي في اهتماماتي سيفتح لي افاق كبيره الان لو سال شخص يقول كيف اهتم بالقضيه المهدويه اجيب اولا بالمعرفه معرفه الامام بالقراءه عن الامام بالبدء النشاط الحياتي اليومي في قضيه الامام المهدي اينما تكون في اي ظروف انت تعيش في هذه الظروف في اي ازمه في اي مشكله في اي اجواء انت تعيش فيها تبقى قضيه الامام المهدي هي القضيه الاولى ولو ان الناس لا يهتمون بهذه القضيه ولو ان الناس لا يشجعون على الاهتمام بقضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه ولكن اقول لكل من يقول ماذا افعل ماذا اصنع كيف انشر قضيه الامام المهدي وكيف اهتم فانت اذا لا تعرف الامام لا تتفاعل مع الإمام. أنت إذا لا تعرف الإمام لا تنسجم مع قضية الإمام. إذا كنت أنت لا تعرف الإمام عاطفياً، مشاعرياً لا تتوجه إلى الإمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل المشكلة التي نحن الآن نعيش فيها، كل المشكلة التي نحن نجاريها السبب الأول والأخير أنني لا أعرف الإمام، نعم في الإطار العام نعرف الإمام المهدي إمام غائب وندعو لتعجيل فرجه، أكثر من ذلك ما عندنا معرفة، وسيما الشاب اليوم لو عرف أن البوابة الحقيقية إلى بلوغ غاياته الطريق إلى الوصول إلى أهدافه، أي شاب عنده أمنيات، أي شاب عنده أهداف، أي شاب واي فتاة مهدوي ومهدويه لهم تطلعات الى المستقبل لو انهم جعلوا قضيه الامام المهدي جزء اساس في حياتهم لوجدوا ان ابواب الخير والبركه والسعاده والتوفيق وخير الدنيا والاخره ستفتح لهم الابواب ببركه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف بظهور الامام المهدي سلام الله عليه السماء تنزل الخيرات والبركات، الأرض تخرج الخيرات والبركات، عالم يعم الأمن والأمان والسلم والسلام. الآن الأمان مشكلة في كثير من البلاد لا يعيشون الأمن والأمان، حتى في الدول العظمى الأمان مسلوب وغير موجود. إذا لو أنك ارتبطت بالإمام وكونت علاقه مع الامام ساتحدث اساس الارتباط والعلاقه مع الامام المهدي تكون بمعرفه الامام، كيف نعرف الامام؟ نذهب الى النصوص الوارده عن اهل البيت سلام الله عليهم يعرفوننا من هو الامام المهدي. كيف اجعل مساحه مهمه في حياتي الى الامام المهدي؟ عجل الله تعالى فرجه الشريف والا اذا نحن في هذا الزمان وفي هذه المرحلة ومحاصرون من كل جانب والكبير والصغير والمؤامرات تحاك علينا وقتل وإبادة وتشريد في أهلنا وفي عوائلنا ولكن كل ذلك يتعلق بإرتباطي بالإمام كم أنا في أشد الأزمات وأحلك الظروف أتوجه إلى الإمام المهدي سلام الله عليه الامه ما دام انها لا تتوجه الى محمد وال محمد عليهم السلام مشاكلهم لن تحل ابدا مشاكلنا احنا الموالين نحن شيعه اهل البيت عليهم السلام ننتمي الى اهل البيت وهذا فخر عظيم ان انتمي الى هذه المدرسه العظيمه المباركه المتصله بالسماء فاذا كان الاتصال فيه فقر في العلم والمعرفه هذه هي المشكله الاساسيه في كل انسان يوالي اهل البيت عليهم السلام كل المشكله هذه المشكله كانت في عهد الامام امير المؤمنين كثيرون يحبون الامام ولكن ليس له عقيده متكامله لذلك تخاذلوا عن الامام في مواطن عديده تخاذلوا عن السيده فاطمه الزهراء نظروا الى اهل الجور والظلم والعدوان اعداء الله واعداء النبي يهجمون على بيت فاطمه صلوات الله وسلامه عليها واجروا ما اجروا عليها من هجوم الدار وما اجروا على امير المؤمنين ولكن سكتوا المشكله في معرفتهم المشكله في عقيدتهم نحن الان نفس المشكله لو ظهر الامام والامر بيد الله تبارك وتعالى لو ظهر الامام ونحن ليست لنا تلك العقيده المستوحاة من مدرسه اهل البيت من روايات اهل البيت من النصوص الشريفه الوارده في كتب اعاظم علماء الشيعه رحمه الله عليهم اذا نعاني من نفس المشكله فنحن علينا في قضيه الامام المهدي كل انسان له اهتمامات انت انسان طالب أنت في الجامعة أنت في المدرسة أنت عامل أنت موظف كل إنسان عنده تطلعات للمستقبل لماذا لا تجعل ضمن تطلعاتك أن تجعل هنالك برنامجا لقراءة الكتب التي تقربك للإمام المهدي أينما تكون وهذا الخطاب يشمل جميع الناس بمختلف طبقاتهم نساء رجالا أنت بنت أم زوجة أنت شاب أنت أب، أنت زوج، أينما تكون لو كان الناس مع انشغالاتهم، البعض يقول عندي انشغالات وعندي التزامات وما عندي وقت وعندي امتحانات وعندي كثير من الأمور، هذا هو الجهل المطلق هذا الإنسان الجاهل يجعل كل اهتماماته هي الأساس وقضية الإمام المهدي لا يتفرغ إليها ولا يجعل ولا يجعل جزء من وقته، أنت إنسان سياسي عندك اهتمامات سياسية لماذا لا تجعل القضية المهدوية أهم من اهتماماتك ما دام أن الحدث السياسي يعتبر عندك الأساس والقضية المهدوية هي الهامش هذه المشكلة أنت بحد ذاتك مشكلة أنت التاجر تفكر بالجانب التجاري والاقتصادي تفكر بمشاريعك التجارية ولكن أين الإمام المهدي؟ ما هو اهتمامك بالإمام؟ هو الجهل أنت جاهل آخر وحتى طالب الجامعه وطالب المدرسه وحتى طالب العلم في الحوزه العلميه الدينيه اذا لا يهتم بالقضيه المهدويه هو جاهل ايضا وان بلغ ما بلغ من الدروس من العلوم علوم ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم هي الاساس هذا الواقع اذا ما خرجنا من هذه الدائره لذلك ترى فلان وفلان يوصل الى قضيه الامام يعترض يتكلم شنو هذه العلامه شنو هذه الروايه مشكله الجاهل الانسان اللي ما عنده معرفه بعلوم محمد وال محمد دائما يقع في هذا المازق دائما يشعر ان هنالك قلقا هنالك شيء ما يؤزم هذا الانسان ولكن اذا جعلنا قضيه الامام المهدي هي الاساس انت كاب بث هذه الروح في أبنائك أنت كأبن بث هذا هذه الروح في أبيك وأمك وفي أختك الأخت بث هذه الروح المهدوية في العائلة إحنا عائلتنا لازم نكونها عائلة الكل يقرأ دعاء العهد إذا ما تمكنت ما تمكنا جميعا نجتمع ونقرأ ولا يأخذ إلا دقيقة ودقيقتين من الوقت بإمكاني أنا ورايح للعمل. العمل أنا وبالسيارة أنا في طريقي إلى المدرسة أنا في طريقي إلى متجري أنا في طريقي إلى عملي أنا تهيأ أقرأ دعاء العهد كما أقرأ دعاء الأمن يا من تحل به عقد المكاره راح تشوفون كم من أمور حياتنا راح تنفرج وهكذا مجموعة من هذه الأذكار من الاستغفار والصلوات والتسبيحات والتهليلات وقراءة آية الكرسي وسورة القدر هذا سلاح للتحصين الانسان وهذا يربطك بالامام عجل الله تعالى فرجه الشر في كل شيء في كل امر اجعل الامام المهدي هو الاساس لذلك تعالوا معي اليوم عندنا نص جميل جدا ورائع وهذا النص يجعلنا يجعل النقاط على الحروف صدقوا لو ان الانسان ما جعل علمه فقط ما يسمعه من الخطباء وانما ذهب بنفسه وقرا انا اذهب الان الى الروايات الوارده عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اعمل سيرج وابحث واقرا روايات ماذا يقول الامام المهدي ما هي وصايا الامام ما هي رسائل الامام هل نحن فعلا نعيش عالم الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه خطباؤنا يتكلمون في القضيه المهدويه علماؤنا يتحدثون في قضيه الامام المهدي الباحثون المتكلمون الناقدون اهل الفن الذين يدرسون في كليه الفنون الجميله لماذا ننظر اليهم بنظره سلبيه فقط هؤلاء اهل الطرب وغناء وما اشبه ذلك لماذا لا نوجه هذه المسرحيات الى قضيه الامام المهدي حتى الذين هم في كلية الفنون الجميلة وجه إلى الإمام المهدي تعمل نحت هذا النحت وجهه للإمام انحت مسجد السهلة مثلا أو كلمة تتعلق باسم الإمام أو رواية واردة عن الإمام أو رواية في حق الإمام فإذا الذين هم في الفنون الجميلة بإمكانهم لماذا احنا نوجه كله إلى الخطأ إلى الحرام إلى الطرب إلى الغناء لماذا لا نوجه هذا الفن وهذه التقنيه الى الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ونصب كل هذه الجهود حتى الحداد لما يكتب لائحه يكتب على الباب اللهم عجل لوليك الفرج انت النجار لما تهيئ باب مثلا الى بيت قل له هل تريد ان اكتب لك على الباب اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا صاحب الزمان اكتبوا على ابوابكم على بيوتكم لما تدخل الى الدار تخرج من الدار الامام امامك ذكر الامام امامك اجعل يافطه في داخل بيتك اهل هذا البيت ينتظرون صاحب الزمان اجعلوا هذه اليافطات وهذه الكلمات خلوها امامكم يوميا انا داخل البيت وطالع من البيت اشوف الامام المهدي هذه المداليه اللي فيها تعليق للمفاتيح السلام عليك يا صاحب الزمان على ساعة مكتوب السلام عليك يا حجة الله على الخاتم أنقش السلام عليك يا صاحب الزمان يا بقية الله يا فرج الله اللهم عجل لوليك الفرج هذا الإمام المهدي يعيش في كل حياتي أجلس على المائدة خلص من الأكل وأنتهي والعائلة كلها جالسة اللهم بارك لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب بمقدمه الفداء، هذا الاهتمام، هذا نريده، هذا نحتاج إليه. وتعلمون كل البحوث اللي سنبحثها اليوم وإن شاء الله الأيام القادمة في قناة المهدي الفضائية راح يكون بحوث تخصصية في الإمام المهدي، الهدف زيادة العلم والمعرفة. لا تقل هذا مو شغلي. لا تقل هذه مو مسؤوليتي. لا تقل هذا العمل ليس لي، هذا للجميع، كل انسان، كل من يسمعني في اي مسؤوليه، في اي جانب يتحمل هذه المسؤوليه. لما نريد ان ندخل على الائمه سلام الله عليهم، كيف نتعامل معهم؟ وكيف نحكي معهم؟ الكثير من الشيعه لما يدخلون الى الامام المعصوم عليه السلام يجهلون اين يدخلون. لذلك آداب الزيارة لا يراعوها ما يعرف ما يفهم يتصور انه دخل عند الامام الحسين كان على طهاره او ما كان على طهاره متوضئ او ما متوضئ لما يدخل دخول عادي لذلك ترى الكثير جالس يسولف ويضحك في داخل حرم سيد الشهداء يتكلم عن الدنيا وهو عند الضريح لا يشعر بروحانيه ونورانيه ومعنويه المشكله فيك انت لماذا لا أشعر؟ حاسب نفسك، راجع نفسك، ماذا تعرف عن الإمام الحسين أنت؟ كيف تتفاعل مع الإمام الحسين؟ لما تسمع مصيبة الإمام الحسين تبكي أم لا تبكي؟ إذا لا تبكي إذاً لديك مشكلة. إذا لا تتفاعل في المشاعر إذاً لديك مشكلة. أنت مريض نفسياً، عالج نفسك. وإذا بكيت فأنت في الطريق الصحيح. إذا تفاعلت مع قضية الإمام المهدي، وقرأت دعاء الندبة، وبكيت على الإمام، أنت في الطريق الصحيح. هو الإنسان يعيش الإمام، غيبة الإمام. نحن الآن في فاجعة. إمامنا مغيب. إمامنا غريب. إمامنا طريد، نحن طردناه بأفعالنا، بسلوكنا، بتعاملنا. الإمام وحيد. نحن جعلناه وحيداً. طريدا، نحن طردناه. نحن انانيون، نفكر بانفسنا، نفكر بمصالحنا، نفكر بحياتنا الماديه، نفكر بلبسنا، ببيوتنا بكل ما يتعلق بجانب الماده، ولكن اين الامام المهدي في حياتنا؟ كم نعيش مع الامام؟ هذا النص وارد عن الائمه، وارد في حق الائمه، وفي حق السرداب المقدس في ارض سامراء. السرداب الذي في سامراء هو يسمى بسرداب الغيبه ولكن لا يعني ذلك ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غاب في هذا المكان، لا هذه فكره غير صحيحه، هذا هو بيت الامام وهذا المكان الذي ندخل اليه هذا السرداب هو بيت الامام الهادي وهذا بيت الامام الحسن العسكري وهذا بيت الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني البيت الذي ولد فيه الامام ولدته السيده نرجس عليها السلام في هذا المكان، طبيعه هذا المكان ما زال الى قدسيه ما زال الى اهميه الناس يقولون مكان مرة قد يكون هنا أثر لنبي الله إبراهيم الناس يعملون مقام قد يكون أثر قد يكون هنا أثر للنبي عيسى يقيمون الدنيا ولا يقعدونها فكيف بمحل ولادة الإمام ونحن متيقنون من ذلك بكيف ببيت الإمام الهادي الآن كثير يذهبون إلى الراء يزورون الامامين العسكريين سلام الله عليهما يروح الى عادي راح شاف ضريح قبله ركعتين يعني اذا طول باله شوي صلى ركعتين ومع السلامه هاي مشكله ولكن تجلس هناك تتامل تفكر انت وين؟ في اي مكان تعيش الجانب الروحاني مشاعرك تتهيج في حب الامام في الارتباط بالامام أين أنت يا صاحب الزمان؟ أين أنت يا بقية الله؟ أنت يا صاحب الزمان أين في هذه اللحظات؟ أنا جئت إليك قاصدا إلى بيتك إلى محلك هذا هو بيتك سيدي جئت إليك من بلادي من وطني من أي مكان توجهت إليك سيدي فأنت لما تتوجه إلى الإمام وتصلي صلاة إياك نعبد وإياك نستعين مئة مرة في الركعة الأولى والركعة الثانية كصلاة الصبحية وتقرأ دعاء الفرج وتتوسل بالإمام وتستغيث بالإمام وتبكي يسمعك الإمام يستجيب إليك الإمام كلما ينكسر قلبك وكلما تتوجه للإمام كلما تعيش هذه الأجواء اللي إحنا الآن بحاجه الها لازم نطلع من هذا الجمود هذا الجمود في المشاعر في التوجه في الاحاسيس لازم اليوم تحكم على الامام المهدي ودموعك لا تتوقف هذا نبحث عنه الان نحن نبحث عن هذا وين هذا الشعور اين هذه المشاعر هذه صناعه لا تصور انا ليش فلان انسان في مصيبة الإمام الحسين يبكي وأنا لا أبكي، مشكلة عندك أنت، أكو فيروس هو الذنب هو معصية، هذا الفيروس موجود فيك لذلك لا تبكي لازم تعالج هذه المشكلة، هذا مرض عند الإنسان الذي لا يتفاعل مع أهل البيت السماوات والأرض تبكي على الإمام الحسين وجنابك تسمع المصيبة ولا تتأثر، عندك مشكلة عالج هذه المشكلة أنت مريض مريض فكريا، ثقافيا، ايمانيا، عقائديا والانسان الذي يعرف الامام الحسين بهذه المصيبه بهذه المصيبه العظمى يبكي دما على الامام الذي يقرا دعاء الندبه ولا يتفاعل مع الدعاء اذا عنده مشكله هذا والا هو الندبه يعني ماذا؟ دعاء الندبه يعني دعاء البكاء فاذا هذا النص يقول لما تريد ان تدخل الى السرداب المقدس الى بيت الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هكذا ابدا لتكن لك هذه العقيده طبعا هذا ايضا مسجد السهله تريد طيب تدخل الى مسجد السهله ايضا هنالك استئذان سؤال لماذا؟ سالتم لماذا اذا اردنا ان ندخل الى مسجد السهله علينا ان نقرا هذا الدعاء، سؤال لماذا هنالك مجموعه من الاذكار والادعيه لازم نقراها قبل ما ندخل؟ يعني هذا يعلمك ان هنالك مكان يحتاج الى استئذان لقدسيه المكان لعظمه المكان هذه امور مهمه حتى في الاماكن يعني اليوم عندنا مقام بين النعمانيه وبين الكوت بين النعمانيه ومحافظة واسط لما يطلع يطلع الإنسان من النعمانية ويجي إلى هذا الشارع شارع بغداد اللي يربط بين بغداد وبين الكوت تمشي مسافة يمكن 10 15 20 كيلو متر على اليمين هنالك مقام الإمام المهدي هنالك رواية من أهل البيت أن هذا المقام توجهوا إليه الناس اللي في تلك المناطق هل يقصدون هذا المكان؟ هل يعلمون ان اهل البيت عليهم السلام قالوا ان هذا مكان يتعلق بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هل الوقف الشيعي اهتم بترميم هذا المكان اليس هنالك في الوقف الشيعي بالعراق هنالك من يعي ويعرف ويطلع على الروايات ويذهب الى هذا المكان يرمم يبني من جديد يهدم المكان يا جماعه ماكو واحد واعي ما في واحد عنده معرفه ما عنده ما عندكم واحد يقرا روايات اهل البيت هذا المكان انا زرته قبل ايام قليله مكان لا يناسب مقام الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه مسؤوليه الوقف الشيعي والمزارات الشيعيه هذه مسؤوليتكم انتم ما عندكم احد يعلمكم على روايات اهل البيت ما عندكم احد يفهمكم وتخليكم تتعلمون روايات اهل البيت ان هذه الاماكن المباركه المقدسه تحتاج الى بناء من جديد كما ان مسجد السهله ما شاء الله هذا البناء الرائع والجميل وهذه الهندسه المعماريه ونترحم على المرجع الكبير ايه الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه وحفظ الله ال الحكيم اللي الان هم مشرفون على مسجد السهله على جهودهم تحيه كبيره الى الامين الخاص الدكتور المهندس السيد مضر حفظه الله على هذا الجهد الكبير اللي يبذله في مسجد السهله المعظم المبارك نحتاج الى هذا مقام الامام المهدي في النعمانيه يا جماعه الخير وهذه الرساله وجهها الى الوقف الشيعي والى المزارات الشيعيه يا جماعه بس اريد واحد من عندكم يقرا يقرا الروايات الروايات تؤكد على ان هذا المكان مهم كما أن هنالك محلا مكانا أيضا مقاما للإمام المهدي في الحلة بالحلة في السوق الكبير السوق القديم موجود بالحلة أيضا مقام يتعلق بالإمام المهدي هذا المقام أيضا يحتاج إلى ترميم ما أدري المشكلة وين المشكلة إدارية مشكلة جهل موجود مستشري مع الأسف البحث عن المناصب والمسؤوليات وعلى الأموال وما شاء الله السرقات في كل مكان موجوده ولا استثني منهم احد هذه مشكله موجوده طبعا الطيبون في كل مكان موجودين ولكن هذه مسؤوليه مهمه انه هذه المراقد وهذه مسؤوليه عليكم انتم وهذه مو اموالكم هذه اموال محمد وال محمد هذه اموال اهل البيت عليهم السلام هذه الاموال هي خصصت لنصره محمد وال محمد وهذه المقامات تحتاج الى اهتمام مبارك اذا تعالوا معي نقرا هذا النص لنزداد معرفه نحن الى اين نتوجه نحن نحكي مع من تتكلم مع من من هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المكان الذي يرتبط بالامام ما هي قدسيه هذا المكان يقول اذا اردت ان تدخل الى السرداب المقدس للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف اقرأ اللهم ان هذه بقعه طهرتها اولا طهاره من كل رجس من كل شائبه طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت فيها محمد وال محمد يطهرون عقل الانسان ضمير الانسان نفس الانسان وجدان الإنسان جسد الإنسان وجود الإنسان وجودنا يطهر بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فإذا لما تتوجه إلى السرداب المقدس بسامراء وأنت تقرأ هذا الاستئذان اللهم إن هذه بقعة طهرتها إلهي أنت طهرت هذه الأرض وعقوة شرفتها هذه التفاتة أدبية بلاغية مهمة وعقوة في اللغة العقوة هي المكان مع الساحة ساحة المكان يعني نحن إذا أردنا أن نقول أنه هذا المكان مع الساحة تسمى عقوة عقوة يعني المكان مع الساحة المحيطة به هذا معنى يعني هذا المكان اللي هو سرداب الغيب للإمام صلوات الله وسلامه عليه والمكان المحيط به هذا المكان هذه عقوه واحد والمعنى الاخر في اللغه العقوه بمعنى الذهب المصفى الخالي من الشوائب يعني هذه بقعة ذهب مصفى من الشوائب انت لما تذهب هناك ايضا تزول عنك الشوائب الارتباط العلاقه بهذه البقعه المباركه بمعنى ان الشوائب تزول عنك وانت تكن ذهب مصفى لو ارتبطت بالامام لو توجهت الى هذا المكان لو جلست في هذا المكان كل الشوائب والاخطاء والذنوب والمعاصي وكل الظلمات اللي موجوده في قلوبنا في عقولنا في نفوسنا كلها تزول ما يبقى شيء انت رايح الى مكان عظيم فاذا عقوةٌ شرفتها هذا المكان الذي هو ذهب مصفى وانا لو ارتبطت بهذا الذهب المصفى ايضا انا اصفى ببركه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بعد ومعالم زكيتها يعني لما تذهب الى هذا المكان ان هذا معلم من المعالم اللي يرتبط باهل البيت عليهم السلام هذا المعلم انت اله زكيته حيث كيف أنها طاهرة وشريفة وزاكية حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد في هذه الأماكن في هذا السرداب المقدس الذي يتعلق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو طريق إلى أشهد أن لا إله إلا الله هو طريق إلى توحيد الله تبارك وتعالى توحيد الله نحن عرفناه من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الطريق إلى الله من الذي علمنا هذه الأماكن الطاهرة النقية يعني اليوم لما نذهب إلى سرداب الغيبة في سامراء إلى بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه شو نسوي إحنا صلي ركعتين شو يعني ركعتين الركعتين بمعنى نحن نوحد الله ونحن نعتقد بالله هو الرب وهو الخالق وهو الموجد وهو الاول والاخر رب العالمين فاذا هذه الاماكن تعلمنا تربينا توجهنا الى توحيد الله تبارك وتعالى حيث اظهرت فيها ادله التوحيد هذا اولا بعد واشباح العرش هذه اشباح العرش كلمه لغز هذا لغز طلسم هذا شنو اهل البيت؟ ما هم اهل البيت؟ عرش الله هو لغز اشباح العرش ايضا هو لا يدل على نحن لا نتمكن ان نصل الى كنه اهل البيت الى حقيقه معرفه اهل البيت لانه انوار انوار الهيه ادراكي انا انا انسان انا عندي حواس خمس وهذه الحواس الخمس تتعامل في العالم المادي شوي امور غيبيه تدخل في حياتنا، البعض من عندنا شوف عقله يتوقف. ليش عقله يتوقف؟ يقول هذا غلو، مشكله في عقلك فاذا، ليش غلو؟ ليس بغلو ولكن انت لا تفهم. مشكله الانسان ما يفهم لما ما يفهم يقول هذه روايه ضعيفه. هذه سندها غير صحيح. هذا الامر فيه غلو، غلو في عقلك انت، مشكله عقلك، انت لازم تعدل عقلك. لذلك يقول واشباح الاشباح العرش لما يتكلم عن محمد وال محمد عليهم السلام يتكلم عن صاحب الزمان ان الامام المهدي لا تتصور انسان عادي نعم اهل البيت تحملوا ما تحملوا وان الله سبحانه وتعالى ما اراد المعجزه لهم ساذكر لكم قضيه مهمه جدا حول اشباح العرش حول أن أهل البيت ما توصلوا بالمعجزة في حالات نادرة جداً الإمام الحسين عليه السلام أليس هو نور الله؟ أليس هو خليفة الله؟ أليست له الولاية التكوينية والتشريعية؟ أليست لديه الولاية المطلقة؟ فلماذا داست الخيول على صدر الإمام الحسين؟ حتى أن تداست عليه في ثلاث مرات ثلاث داست عليه الخيل ذاهبه وراجعه وذاهبه مره اخرى، ثلاث مرات وعشره من الخياله. هذا الامام الحسين ما كان يتمكن الامام يتوسل بالمعجزه، كانت بامكانه يتوسل بهذا الشيء. اهل البيت سلام الله عليهم في الروايه ان قريش جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وطلبت من رسول الله المعجزه. الله أخاطب النبي مضمون الرواية يا محمد أنا أأتي لهم بالمعجزة ولكن إذا هؤلاء الناس لم يؤمنوا بعد أن رأوا المعجزة والله يعلم هؤلاء الناس قريش وهنالك من أناس هؤلاء مجادلون إنسان مجادل لا تتعب نفسك معاه الإنسان اللي تحكي معاه تجيب الأدلة ويهرب الأدلة ترك هذا الإنسان هذا إنسان مريض هذا إنسان ما يعرف ما ينفع البحث معه تكلم مع الانسان اللي عنده شفافيه انسان عنده موضوعيه انسان عنده قابليه للاخذ والعطاء الانسان اللي قافل على معنى وعلى فكر وعلى قناعه خلاص ترك هذا الله تبارك وتعالى قال يا محمد يريدون المعجزه انا اتي بالمعجزه لهم ولكن لو انهم بعد أن رأوا المعجزة لم يؤمنوا سأبيدهم عن بكرة أبيهم لا أبقي لهم باقية قال إلهي لا إلهي رسول الله تدخل يا يا رب لا تبيد هؤلاء الناس أي رحمة أي رأفة أي محبة أي إنسانية لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يتدخل حتى أن الله تبارك وتعالى لا يبيد هؤلاء الناس اي رحمه للرسول الله صلى الله عليه واله فاهل البيت هم رحمه الله الواسعه والا السيده فاطمه الزهراء لما اولئك الارجاس الانجاس الكفار الفسق الكفره لما اغتصبوا الخلافه من امير المؤمنين اغتصاب الخلافه من علي هو كفر مطلق كفر مطلق انتهى الموضوع لا تقول لي صحابه لا تقول لي هالكلام اغتصاب الخلافه مقام لله تبارك وتعالى تعين من الله اغتصاب الخلافه لو اجمعت الامه على انسان هذا اجتهاد امام النص الذي يغتصب الخلافه من حجه الله كافر يكن من يكن ولا يشفع له شيء ابدا وهجموا على دار رسول الله وعلى دار فاطمه على مكانتها على منزلتها فاطمه الزهراء ما كان بإمكانها أن تدعو عليهم أن ينزل عذاب عليهم أن يحرقهم عن بكرة أبيهم لا تبقى لهم باقية ولكن سلام الله عليك يا مولاتي كل الألم اللي أهل البيت جرعوه ولكن ماذا بعد كل هالآلام والمصائب والمحن اللي جرت على أهل البيت أنت الموالي لهم لتكن لك عقيدة راسخة أنت التابع لهم أنت اللي تقول أنا شيعي شيعي يعني تشايع محمد وآل محمد تنتمي إليهم بسلوكك بإيمانك بمعرفتك بعقيدتك هذا وين يظهر حتى في زيارتك للإمام الحسين تقرأ زيارة عاشوراء افهم يا أخي اجلس تقرأ زيارة شوف الزيارة اقراها جملة جملة كلمة كلمة افهم الإمام الصادق وهذا الحديث القدسي اللي هي زيارة عاشوراء تريد تبين ماذا يا جماعة انتبهوا جيدا اقرأ زيارة عاشوراء بمعرفة بعقيدة كل جملة تحتاج لتأني مو لقلقة لسان توين وين رايح يا رجل وين متوجه تفهم ولا ما تفهم هذه عقيدة راسخة بالإمام الحسين عليه السلام هكذا أمير المؤمنين تقرا زياره امين الله زياره عظيمه ونص ماثور عن اهل البيت اقرا افهم ادرك ارفع مستواك اقرا زياره الجامعه اقرا دعاء عاليه المضامين تدري شنو عاليه المضامين تدري شنو في هذا الدعاء اللي يقرا بعد زيارات الائمه سلام الله عليهم كم من علوم اهل البيت نحن جهلناها ولا نعرفها على كل حال فاذا اشباح العرش هذا الشبع العرش ما هو حقيقه غيبيه اشباح العرش ليست لا تتمكن ان تنظر الى حقيقتها الماديه هذه اشباح اشباح ما هي حقيقتها علمه عند الله ولكن نعلم انها ارتقت وارتقت الى ان وصلت الى عرش الله تبارك وتعالى اشباح العرش المجيد الذين من هم آل محمد شوف يعني أنت تستأذن دخول إلى سرداب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويعطيك درس في العقائد يعطيك درس في المعرفة علشان لما تروح إلى سامراء وتدخل إلى بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه تعرف أنت في أي مكان موجود أنت ماذا تصنع وين متوجه وين وضعت قدمك أنت جالس هناك لدقائق تفهم انت وين إلى متى الإنسان لا ليست له هذه المعرفة إذا هذه الكلمات درس في العقائد أجمل وأروع درس في العقائد نأخذه من البيت عليهم السلام على كل حال الذين اصطفيتهم بين المليارات من البشر اصطفى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملوكا ملوكا لحفظ النظام حفظ النظام من ملوك حفظ النظام هم اهل البيت عليهم السلام الله اختارهم اصطفاهم بين المليارات من البشر بين هذه العوالم وما خلق في العوالم وما لا نفهمه ولا نعلمه ولا ندركه نحن نعلم ان هنالك عوالم موجوده غير هذا العالم، هنالك من الكائنات موجوده لا ونحن لا نعرف عنها، اليوم ما تقدر تقول لهذا الدكتور اللي يروح إلى المجهر وهذه المختبرات تعال أعطيني ما عنده، الدكتور يقول لك هذه الخلية أجيب هذا المجهر أطالع وأشوف هذه الخلايا، سوي تحليلات وعندنا نعرف تحليلات، عندنا هذا السونار بالسونار نتمكن نشوف بعض الشغلات. لذلك أنا أقول لطلبة الجامعات وللدكاترة الله يبارك فيهم جميعا لا تتصور ترى أنت عبر المجهر والتحليلات ومختبرات صار عندك علم كل شيء ترى ولا شيء هذا اللي عندك عند محمد وآل محمد عليهم السلام هذا لا شيء عند علومهم صلوات الله وسلامه عليهم بس أنت ما تدرك أنت تتصور إحنا عدنا بس وضوء وصلاة وصيام وحج وزكاه وانتهى الموضوع، لا, لا 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 ليس الامر كذلك ليس الامر كذلك، شويه تعالوا انا انصح كل انسان اكاديمي كل دكتور، كل مهندس، كل عالم من علماء العصر يقرا يقرا هذه الامور حتى يشوف هو وين وكم انت في كليه الطب تفهم وتحتاج تراجع الى هذه العلوم، كم مهندس كم طالب جامعي اكاديمي كم طالب معهد لازم يرجع تعال وين رايح انت هذا اساس زياره الجامعه اساس زياره امين الله زياره عاشوراء المناجات الشعبانيه لامير المؤمنين المناجات الخمس عشر للامام زين العابدين دعاء مكارم الاخلاق دعاء السمات أي علوم أي أسرار والله ضايعين <applause> مساكين البشر ما هذا الإنسان مسكين يفكر يفكر باللقمة بس يركض على اللقمة بس بملابسه يفكر ببيته بيته أجار صغير يكبره يكبره يكبر يفكر يأخذ أرض ويبني هذه الأرض يفتح محل وثاني وثالث مسكين ابن آدم راكض وراء الدنيا بس وناسي إمام زمانك نعم اعمل هذه الأمور ما في مشكلة ولكن إمام زمانك أعطى المنزل والمكان الأولى وبعدين هذه الأمور على كل حال اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام يعني هذا العالم يسير ويمشي وتسبب الأسباب بأسبابها وعالمنا عالم العله والمعلول، كل ذلك كل هذا النظام انما يرتبط بأهل البيت، فإذا ملوك حفظ النظام هم اهل البيت عليهم السلام واخترتهم رؤساء لجميع الانام من الاولين والاخرين اخترت اهل البيت. واخترتهم رؤساء لحفظ لجميع الانام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود الى يوم القيامه. القسط والعدل وين؟ حكومه العدل الالهي متى تكون؟ في زماننا في زمان مهديه ال محمد صلوات الله وسلامه عليه، حكومه العدل الالهي ما في فساد، ما في ظالم، ما في معتدي، ما في قاتل. ليس هنالك مظلوم، ليس هنالك فقير في حكومة العدل الإلهي المهدوية لا تجدون فقيراً تتصدقون عليه حكومة العدل النظام العدل الحقيقي لن يكون إلا في الظهور المقدس وحكومة العدل الإلهي مع الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو نظام الحكم عند الإمام نظام العدل عند الامام القسط والانصاف الى الناس والتعامل سواسية مع الناس وكل انسان ياخذ حقه ليس هنالك مظلوم ليس هنالك فساد لا اخلاقي ولا اداري ولا مالي في عصر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الحاكم بالقسط بين الناس اذا وبعثتهم لقيام القسط قالوا محمد عليهم السلام الهي بعثتهم لقيام القسط والعداله في ابتداء الوجود الى يوم القيامه، من اول الوجود الى يوم القيامه، القسط والعداله في محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم، هذه منزله وهذه كرامه، وهذا جزء جزء من الاستئذان في الدخول الى السرداب المقدس للامام، هذه عقيده كل جمله كل جمله تكون أنا أقول لكل رجل لكل أب وأم زوج وزوجة للأبناء للشباب جميعا اقرأوا هذه المضامين عش هذا العالم لما فترة من الزمن مو أول يوم بعد عشرة أيام عشرين يوم شهر شهرين راح تشعر بلذة رائعة تعيش مع أهل البيت عليهم السلام تشعر بمتعة روحانية معنوية كبيرة أنك تدخل في هذه الانوار انوار اهل البيت هم يفيضون عليك يجدون فيك النورانيه والقابليه فيتفضلون عليك ويتفضلون علينا ويلطفون بحقنا اننا نعيش اجواءهم بحجم عقولنا اسال من الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المتمسكين بمحمد وال محمد عليهم السلام ومن الذين يتنورون بنور نصوصهم وما ورد عليهم من هذه الأحاديث المباركة الشريفة التي فيها تربية للإنسان تزكية لنا لعقولنا لنفوسنا لوجداننا كم نحن بحاجة أن نطهر هذه النفوس وهذه العقول وأن نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين أولاً وآخراً وفي البداية والنهاية نقول اللهم عجل لوليك الفرج على الطعام عند الدراسة عند النوم عند الاستيقاظ، عند المشي، عند الجلوس في كل لحظاتنا نقول اللهم عجل لوليك الفرج، نكن دائما ان شاء الله مساء كل ليله بتوقيت كربلاء المقدسه الثامنه مساء، السابعه بتوقيت بيروت نكون معكم ان شاء الله من خلال قناه المهدي الفضائيه وفي رحاب الحجه ابن الحسن صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللهم عجل. لوليك الفرج وحياكم الله